رمضان أهلا مرحبا رمضان ناس كتير بتسأل ان هما مش بيشوفوا الفيديوهات بالترتيب حابب بس ان انا انوه ان انا اي فيديو بينزل بيكون له بلاي ليست في لكل صف لكل صف بيكون لهم بلاي ليست كاملة بينزل عليها فيديوهات الترم كاملة وبالترتيب كل اللي انت هتعمله بس ان انت تضغط هنا على اسم القناه وبعد كده هتلاقي هنا في حاجه اسمها بلاي ليست او قوائم التشغيل هتقعد بقى تتصفح وتشوف الصف الدراسي اللي انت بتتابعه وبعد كده هتلاقي كل الفيديوهات نازله بالترتيب وما تنساش ان انت دعمنا بلايك ولو انت لسه اول مره تتفرج علينا يا تشترك في القناه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 5 معاكم مستر الغيطي من قناه ذكي النهارده ان شاء الله هناخد ليسون نمبر 8 ونمبر 9 والتو ليسونز دولت سهلين جداً, جدا 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 ما تقلقش من حاجه خالص التمارين المعاصر كتير قوي وانا عايزك تحلها كلها علشان الموضوع يبقى بالنسبه لك ايه سهل جدا وعلى فكره الدرس مهم وبيجي في الامتحان كتير قوي. احنا هنا بيقول لك ديفايدنج نتكلم بقى عن الديفايدنج بيقول لك ديفايدنج يونت فراكشن اليونت فراكشن باي هول نمبرز انت عارف يعني ايه اليونت فراكشن؟ هي فراكشن النيومريتور بتاعتها بيكون ايكوالز ل 1 هي فراكشن دايما النيومريتور بيكون ايكوالز ل 1 يعني مثلا ممكن يكون 1 اوفر 5 1 اوفر 3 1 اوفر 11 1 اوفر 20 اهم حاجه ان النيومريتور از 1 طيب احنا عندنا بقى طريقه الاريا موديل هتقول يا ما بحبش يا مستر المودلز معلش خلاص هنت ده اخر ليسون في نستخدم في المودلز وان شاء الله في الريفيجن هعلمك ازاي تعرف تفرق ما بين المودلز والمالتبلاي والديفايد والكلام ده كله ما تنسى ما تقلقش يعني. تعالى نعرف كده ازاي هنستخدم الاريا مودل. انا عايز اعرفك حاجه ايه؟ ان الان... ان المساله لو بدا هنا بفراكشن يبقى الانسر او الكوشن لازم يكون فراكشن ولو كان المسألة بدأ هنا اللي هو الديفيدند يعني بدأ بهول نمبر الهول نمبر اللي هو زي دوت كده نمبر زي ده من غير فراكشن يبقى الأنسر برضو لازم يكون هول نمبر لازم يكون هول نمبر هتشوف دلوقتي أول حاجة إحنا هنعملها هنا إحنا هنعمل لي للمودلز دي 2 3 بارتس هنعملها كاتنج هنا كاتنج تو 3 بارتس 1 2 3 إشمعنى؟ لأنه قال لي هنا ثيرد قسمها لثيردز على حسب الدرمنيتريز اللي هنا وهتمسك كل ثرد من ده وتعمله سبليت تو فايف بارتس هتمسك كل ثرد من ده هتعمله سبليت تو ايه فايف بارتس اولا بس في البدايه كده احنا لازم نعرف ان ده هنا ايه ذا ثرد 1 اوفر 3 1 اوفر 3 1 اوفر 3 وهنمسك كل كل او ايتش بارت من ده ونعمل سبلت تو فايف بارتس زي ما انت شايف كده 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 وده كمان الـ 5 طيب كل بارت من ده كل بارت من ده الفاليو بتاعته بتكون ايكوالز A كل بارت من ده الفاليو بتاعته هتكون ايكوالز A 1 اوفر ما قلت لازم يكون فراكشن 1 اوفر وده برضه 1 اوفر 1 اوفر كل ده 1 اوفر 1 اوفر كله 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 على فكره 1 اوفر ايه؟ هناخد التو نمبر دول نعملهم ملتي بلاين 3 باي 5 ايكوال 15 يبقى الفاليو فور فور اتش بارت هيكون 1 اوفر 15 1 اوفر 15 يبقى 1 اوفر الايه؟ ال 15 يبقى الانسر هنا يكون 1 اوفر 15 بس كده خلصت طب تاني كده مستر اهو هنمسك المودلز دول نعملها سبليت تو تو بارتس ماشي وهنمسك كل مودل كمان من ديت اه ونعملها سبليت تو ثري بارتس ادي 1 2 3 وده برضه 1 2 3 عشان نطلع الفاليو فور ايتش بارت هيكون ايكوالز الايه؟ هيكون ايكوالز ال 1 اوفر 3 باي 2 ايكوال 6 يبقى الفاليو فور ايتش بارت من ده the... الفاليو بتاعت كل بارت من ده the... هيكون 1 اوفر الايه؟ ال 6 دي برضو نفس الكلام نعمل لها تو ثري بارتس ادي 1 2 3 وهنعمل سبلت فور ايتش بارت تو تو بارتس زي ما انت شايف كده 1 2 وهنا برضو 1 2 وهنا برضو 1 2 طب الفاليو فور ايتش بارت 1 اوفر هنعمل 2 ملتبلاي 3 ايكوال 6 1 اوفر 6 يبقى الانسر برضو هيكون ايه 1 اوفر 6 هنا برضو هنعمل سبلت تو ثري بارتس ادي 1 2 3 ونمسك كل بارت من ده ونعمله سبليت تو فور بارتس 1 2 3 4 وهنا برضه 1 2 3 4 وهنا برضه 1 2 3 4 وكل بارت من ده هنعمله سبليت او هنشوف الفاليو بتاعته 1 اوفر 3 باي 4 هيكون ايكوالز ال 12 هيكون ايكوالز 12 تمام كده تمام بس هي دي الفكره برضه ده هنعمل سبلت تو بارتس كده ونمسك كل بارت من ده ونعمل سبلت تو اي 7 بارتس 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 طلعت لك هنا خلاص كل بارت من ده الفاليو بتاعتها هتكون ايه؟ 1 اوفر 1 اوفر ايه؟ 7 تايمز 2 ايكونز 14 ركز معايا بص معايا ما تبصش جنبك بص معايا 1 اوفر 14 يبقى الأنسر هيكون 1 اوفر 14 طيب هنا هنعمل uh, split كل بارت من ده هنعمل split كل بارت من ده 2 إيه؟ 2 8 parts 8 parts اكتب 8 parts 1 2 3 4 5 6 7 لا نعملها من تاني يبقى 1 2 3 4

i'm uh, split to six parts one two three four five six then i'm split to two three parts one two three 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 one two three, one, two, three. One, two, three. بعد كده بقى ايه الفاليو فور اتش بورت هيبقى 1 اوفر هنعمل 3 ملتبلاي 6 هتكون ايكوالز ايه ال 18 ممكن بقى يفضل يعني انت بقى هيكون رسمك حلو بقى والكلام ده هيبقى هتمسك كل بارت من ده كراوت كده وتكتب ب 1 اوفر 18 وده برده 1 اوفر 18 خط صغير كده 1 اوفر 18 وده برده 1 اوفر 18 وهكذا طيب البارت ده هنعمله سبلت تو 5 بارتس 1 2 3 Four five. For a part, I will split it to five parts. One, two, three, four, five. 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 The value for each word is one over. Five by five, I will make one of the eight twenty five. I will to لما يجي لك بقى ايه مسألة زي دي اه ده بادئ هنا بالهول بادئ هنا بهول، هول نمبر يبقى لازم الانس هيكون هول برضه هنعمله سبليت شوف هنا هنعمل سبليت تو ايه؟ تو فور بارتس 1 2 3 4 ونمسك كل بارت ونعمل سبليت تو ايه؟ تو 3 بارتس 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 قلت لك ما دام المساله بادئه بهول يبقى الانسر هيكون هول ازاي هيكون 3 باي 4 هتكون ايكوال زي ما احنا عندي كل البارتس دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بس احنا برضه نعمل سبلت تو 3 بارتس ادي 1 2 3 ونمسك كل بارت من ده ونعمل سبلت تو 5 بارتس 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ال 5 ونعمل دول ملتبلاي هيطلع لك بكام 50 ليه النمبر بادئ بهول فالانسر لازم برضو يكون هنا ايه هول طيب يجي يقول لك بقى انا مش عايزك بقى تعملها هل... لي تعملها لي بالاريا مودلز انا عايزك تعملها لي بايه بالاوفوليت يعني طلع لي اللي من غير اريا مودل هنستخدم طريقه واحده هقول لك طريقه المدرسه وهقول لك برده الطريقه اللي احنا هنشتغل بيها واختار اللي انت عايزه طريقه المدرسه يجي يقول لك هننزل ديفيدند ده او اليونت فراكشن ده 1 اوفر 2 زي ما هو الديفايد دي بنخليها ملتبلاي يجي يقول لك ايه الديفايد دي احنا هنخليها ملتبلاي و12 دي هي طبعا بيزيكلي اوفر ال1 فاحنا هنجيب الريسبروكال بتاعتها يعني بدل ما 12 اوفر 1 هتكون 1 اوفر 12 هتكون 1 اوفر ال12 هيبقى عندك هنا 1 ملتبلاي ال1 هيكون ايكوالز ال1 2 ملتبلاي 12 هيكون ايكوالز ال 24 2 ملتبلاي 12 هيكون ايكوالز 24 يبقى في الاخر كده هيجي يقول لك المدرسه ايه؟ ثبت اقلب اقلب يعني ايه ثبت؟ يعني هننزل لازم زي ما هو الديفايد دي هتقلبها هتبقى ملتبلاي وتقلب برضو الجيبر سيبروكال 12 اوفر 1 هتكون 1 اوفر 12 طب الطريقه اللي نشتغل عليها بقى الطريقه اللي احنا هنشتغل بيها ان احنا هنقول هنا 12 دي بيزكلي اوفر 1 وهنعمل كروس ملتبليكيشن 1 ملتبلاي ال 1 و 12 ملتبلاي 2 وبس كده 1 ملتبلاي ال 1 ب 1 2 ملتبلاي 12 ملتبلاي 2 هيكون ايكوال 24 بس هو دي اللي دي الاجابه بص لما يكون المساله بادئه بفراكشن يبقى لازم الانسر هيكون فراكشن شوف هنا برضو ال 2 ديت بيزيكلي اوفر 1 1 ملتبلاي ال 1 1 و 2 ملتبلاي 7 هيكون ايكوال 14 هيكون الانسر 1 اوفر 14 يا مستر طب الستبس عادي ما هي هي اهي 1 ملتبلاي ال 1 هنكتب 1 ملتبلاي ال 1 و 2 ملتبلاي ال 8 و 2 تايم ملتبلاي ال 8 1 باي 1 ب 1 2 باي 8 ايكوال 16 بس كده طب مستر عندي هنا 3 اوفر 1 برضه نفس الكلام هنعمل بوتر 1 ملتبلاي 1 اوف 1 اوفر 3 ملتبلاي 3 هيكون ايكوالز 9 انا عندي هنا مستر 3 ديت بيزيكلي اوفر 1 هنعمل كروس ملتبليكيشن ده ملتبلاي ده ونعمل برضه ده ملتبلاي ده هيكون عندك هنا 1 ملتبلاي 1 اهو لو انت عايز تكتب الستبس و 3 ملتبلاي 5 خلي بالك احنا بنبدا فروم ليفت هيكون 1 اوفر 50

10 دي بيزيكلي اوفر 1 هتكون ايكوالز زي 10 ملتبلاي 5 50 over 1 ملتبلاي 1 ب1 50 over 1 هيكون ايكوالز زي 50 3 بيزيكلي over 1 3 ملتبلاي 9 over 1 ملتبلاي 1 ب 3 by 9 ايكوالز 27 over 1 ماليش اي لازمه طب 12 برضو اوفر 1 هيكون 12 ملتبلاي 10 over 1 by 1 ايكوالز 1 الزيرو ده بنعمله output 12 باي 1 هيكون ايكوال 12 الاسم سهل جدا صح 15 برضه بيزيكلي اوفر 1 15 ملتبلاي 2 اهوت 15 تايم 2 اوفر 1 باي 1 ايكوال 1 15 باي 2 ايكوال 30 30 اوفر 1 هيكون ايكوال 30 درس سهل جدا الدرس سهل جدا طب هنا بقى في كوتشن نمبر 3 تقريبا انا ما اظن بيجي يقول لك هنا ايه انا جايب لك نوعين من المساله المساله بالديفايد والمساله بالمالتبلاي وعايزك تطلع لي الفاليو بتاعت الاي هنا وعايزك تطلع لي الفاليو بتاعت البي الفاليو اوف الاي هنا اهوت فاليو اوف الاي وعايزك الفاليو اوف البي الاي هنا اللي هي جايه من الديفايد والبي هنا هتيجي بالاي بالمالتبلاي اقول لك على حركه جميله جدا 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 هتسهل لك المساله دي خالص 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 واقول لك ازاي ماشي يا مستر قول هنعمل ايه يا سيدي هنعمل ايه هنا بص ايه الديفايد عادي جدا هنعمل ديفايد برضه هنعمل كروس مالتبليكيشن في الديفايد عادي جدا كروس مالتبليكيشن هنبقى 1 هنعمل البوتر فلاي يعني لما تكبر ان شاء الله هتعرف ان البوتر فلاي دي اسمها كروس مالتبليكيشن 1 مالتبلاي 12 1 مالتبلاي 3 عادي 1 مالتبلاي 12 تمام اوفر 1 مالتبلاي 3 انا ببدا هنا ايه فروم ليفت 1 باي 12 هنكنسل ده مع ده 12 ديفايد 3 بيكون ايكوالز ل 4 فالاي هنا هتكون ايكوالز ل 4 في مشكلة؟ لا ما فيش مشكلة طب عايز الفاليو بتاعت البي عادي 1 باي وات ايكوالز 1 1 باي 1 و 3 باي وات ايكوالز 12 3 باي ايكوالز 12 هيكون 3 ملتبلاي 4 فالانسر هيكون ايكوالز ل 4 على فكرة الملتبلاي هو يعتبر الانفرس بتاعت الديفيجن عكس الديفيجن فاحنا طلعنا ديف 4 فالعكس بقى هنجيب الريسبروكال هتكون 1 اوفر 4 تاني كده تاني في الديفيجن بنعمل ايه كروس مالتيبيكيشن او او بوتر فلاي 1 مالتيبلاي 20 1 مالتيبلاي 4 اهوت 1 مالتيبلاي 20 اوفر 1 مالتيبلاي 4 احنا هنا هنعمل ايه بقى هنكنسل 1 مع ال 1 20 ديفايد 4 هتكون ايكوالز ال 5 بس سي هتكون ايكوالز الايه ال 5 طب احنا عايزين نعرف بقى دي 1 باي ايكوالز ال 1 1 ملتبلاي ال 1 4 باي وات ايكوالز 20 هيكون 4 باي 5 1 اوفر 5 هتقول لها مستر انا انا شايف ان احنا على طول بنعمل العكس ده بص ما تفهمهاش تح... كده برضه هتبقى ال 1 ملتبلاي 30 اوفر 1 ملتبلاي ال 5 ونعمل ديفايدد هنشيل ده مع ده 30 ديفايد ال 5 هيكون ايكوالز ال 6 يبقى الايه هنا هتكون 6؟ طب عايزين هنا الاف بالملتبلاي 1 باي وات ايكوالز 1 1 اوفر 5 باي وات ايكوال 35 ملتبلاي الاي 6 طيب هنا الديفيجن برضه نفس الكلام هنعمل 1 ملتبلاي 24 اوفر 1 ملتبلاي الاي 8 بعد كده هنكنسل ده مع ده 24 ديفايد ال 8 هيكون ايكوالز الاي 3 فالجي هنا تكون ايكوال 3 انا عايز اعرف الاتش الفاليو بتاعت مين؟ بتاعت بتاعت الاتش 1 باي ايكوالز 1 1 باي 1 و 8 ملتبلاي وات ايكوالز 24 هيكون 8 ملتبلاي ايه 3. تمام جدا. هنا بقى بدلك بالملتبلاي شوف بقى شوف الرخامه عادي 1 باي ايكوالز 1 1 ملتبلاي ال 1 2 باي وات ايكوالز 14 2 ملتبلاي 7 بس يبقى 1 اوفر 7 الديفايد اول ما تلاقي ديفايد اعمل بوتر فلاي دي ملتبلاي دي ودي ملتبلاي دي. هيكون عندك 1 ملتبلاي 14 اوفر 1 ملتبلاي 2 هنكنسل ده مع ده 14 ديفايد 2 بيكون ايكوالز ال 7 تمام طيب هنا شوف الملتبلاي 1 باي وات ايكوالز ال 1 1 ملتبلاي 1 7 باي وات ايكوالز 21 هيكون 7 ملتبلاي 3 هيبقى الانسر 1 اوفر 3 بالديفايد بقى هتكون 3 لان طبعا الديفايد بيكون عكس الايه الملتبلاي بتكون الانفرس بتاعته بيكون الانفرس بتاعته ولو عايز لو انت عايز تتاكد هنعمل بوتر فلاي 1 ملتبلاي 21 اوفر 1 ملتبلاي الاي اس 7 هنكنسل ده مع ده 21 اوفر 7 هيكون ايكوالز الاي 3 طيب هنا برضه نفس الكلام الديفايد بقى الديفايد يبقى على طول نعمل بوتر فلاي 1 ملتبلاي 12 1 ملتبلاي 6 1 ملتبلاي 12 اوفر 1 multiplied 6 هنكنسل ده مع ده 12 divided 6 هيكون equals ل 2 فهنا ده هيكون equals ل 2 ماشي طيب المالتبلاي 1 by, by A equals 1 1 multiply 1 6 by what equals 12 هيكون 6 multiply 2 وبس كده